دورت على محمد دياب جديد في هوليوود؟ 100% مع كل مشروع بكتشف أنا عايز أعمل إيه. أنا رحت أمريكا من 15 سنة أو من 17 سنة درست، كنت الولد التينك اللي عايز يعمل أفلام في هوليوود ومش عايز مصر دي مستوى السينما اللي فيها مش عاجبني. اكتشفت هناك إن أنا عمري ما هنجح إلا لو عملت أفلام في بلدي تعبر عن شخصيتي، وإن أقوى صوت ليا هو اسم إن أنا اسمي محمد. وإن لما هرجع هوليوود الهوية هويتي هي أقوى حاجة عندي. فالنهارده بعد ما رجعت فعلا الحمد لله خطتي عملتها وعملت افلام مصريه عبرت عني في هوليوود طلبتني، وبقيت في هوليوود مميز باني اللي بيعمل حاجات عن صوتي. بيتعرض عليا افلام امريكانيه كامله كتير جدا، ما بلاقيش نفسي. انا مش الشخص اللي هيعبر عن القصه دي افضل شخص، بس اقدر اعبر عن قصص عننا، عن شخصيه عربيه، عن حاجه، عن مش دايما. انا مش عايز ابقى اكسكلوسيفلي بس بعمل حاجات عربي، بس بالتاكيد لو حاجه عن منطقتنا انا فاهمها اكتر من اي حد. مون نايت كمثال، ده كان مشروع عن سوبر هيرو بس بياخد من الثقافه الفرعونيه، انا اكيد فاهمها اكتر من اي حد. ولا انت اللي خليته يبقى بياخد من الثقافه الفرعونيه في كتابتك؟ انا مش انا اللي خليته ياخد، لان دي حاجه كان اوريدي السيزون ده مكتوب كده، كان مكتوب كده. بس طبعا التعبير عن الهويه الفرعونيه لما يكون واحد مصري فاهم فيها، وكمان التعبير عن احنا عندنا سوبر هيرو كانت عربيه مش بس فرعونيه، الجزء العربي وان مصر تطلع ازاي. انت عارفه دايما مصر ما بتطلعش بشكل دقيق خالص في الافلام. ده حقيقي، ده حقيقي، دايما بتطلع بشكل ظالم جدا مجرد صحراء ما فيش اي ثقافه، ما فيش الشكل العام، ودايما بنطلع تحس ان احنا من العصور الوسطى. فالحاجات الصغيره دي تطلبت يعني ضغط مني، ضغط ان في كل عنصر في المسلسل يبقى فيه كان شخص عربي، شخص مصري بيعبر عنه. فتاني أنا مش عايز أكون الشخص بس اللي بيعمل الكلام ده اللي هو بس الحاجات العربي، بس بالتأكيد دي حاجات اتعلمتها. وتعلمت أول ما رحت هوليوود من سنة 2016 اتقابلت حد مهم جدا، أهم البروديوسرز، واحد اللي ماسك شركة براد بيت، وقال لي محمد أنت لازم تهتم بالجزء ده. وأنا طبعا قلت له لا أنا مش عايز أبقى الشخص ده. سنين تمر وأبقى فاهم إن هو ده أقوى حاجة عندي، إن النهاردة لا تتخيلي مون نايت لما عملنا سوبر هيرو عربي إزاي أثرت في المصريين والعرب. طبعا إيه طبعاً. إحنا زيهم؟ من طالب في كلية تجارة لمخرج عالمي في هوليوود. كلية تجارة هي بسبب إن أنا ما كنتش عارف إن عندي موهبة، لأن نظام التعليم ما بيبينش قوي. ما بيبينش موهبة. إنما اللي غير في حياتي، أنا فاكر في يوم معين كنت أنا ومع المونتير أحمد حافظ بنعمل اشتباك، قلت له أحمد إحنا مش أقل من أي حد. اللحظة اللي أنا أدركت إيه ده، لما حطينا الفيلم على بعض، لا إحنا أنا زي أي مخرج عالمي. اجتهدنا وركزنا وبقينا شاطرين، إحنا نقدر نعمل حاجة. فلما بعد كده ده غير في شخصيتي لدرجة ان انا لا انا لما رحت بقى لما عشان تروح تكسب موضوع مارفل ده انت بتقدم وسط مئات المخرجين. هي النقلة دي نفسها اكيد فيها نقلة فكرية حصلت طبعاً. لك اكيد فيها نقلة كبيرة في منظورك للحياة عموما وتعاملاتك مع الاخر واستيعابك للاخر. انا زي ما ايه اللي اتغير في الحتة دي عندك؟ اتغير ان انا حاسس ان انا بقيت اقدر، ان انا مش فارقة بيني وبين اي واحد عظيم واي واحد فاشل تماما، غير ان انت تجتهد وتعمل اللي عليك. طبعا طبعا مش هنسى تاني التوفيق طبعا، بس طبعا. انا مفيش فرق بيني وبين حد. لما كنت بعمل مشروع مارفل على الطرف التاني بقى، انا لما كنت بقدمه انا كنت بقول لرئيس شركة مارفل لما اتكلمت معاه وسط المئات اللي انا بقدم، انا احسن شخص لهذا المشروع، انا احسن واحد في العالم هيعمل هذا المشروع. ده مش غرور، ده كان ان المشروع ده مناسب لشخصيتي الفنية، مناسب لشخصيتي لاني مصري، ومناسب لان انا متخيله ازاي هطوره دراميا افضل من اي انسان. لدرجه اني لما اوسكار ايزاك اللي هو الممثل العالمي شاف افلامي قفل التليفون، كلمني في التليفون قال لي محمد انت بتعمل ايه هنا؟ هو شايف ان انا افلامي فنيا اقيم من كده من وجهه نظري. فشرحت له ان انا نقدر نعمل مشروع قيم في مارفل، يعني انا بحكي لك هو نفسه كان شايف ايه. ايوه فده كان بيديني ثقه بنفسي، بس الثقة دي ما بتوصلش لحد الغرور. لحد النهاردة في مشروع بقراه بقول أنا مش أفضل شخص لهذا المشروع، وفي مشروع تاني بخش بصدري لا تتخيلي الثقة. إحنا في مشاريع زي دي هنتكلم عنها.